مدير انشاءات راح موقع كان بيبنوا فيه عمارة ضخمة في فرنسا، وقرب من اول عامل وسأله: انت بتعمل ايه؟ فهب في العامل وقال: بكسر الحجار الصلبة دي بآلات بدائية، وبرصها زي ما الرئيس بتاعي بيقول لي، وبشر عرق تحت الشمس الولعة دي، شغل يكسر الظهر ويزهق الواحد في عيشته. فسابه المدير وراح يسأل عامل تاني: وانت بقى بتعمل ايه؟ كان رده: انا بشكل الاحجار دي لقطع ممكن استعملها، بعد كده بتتجمع حسب تخطيطات المهندس المعماري، ده عمل متعب واحيانا يبقى ممل، لكن بكسب منه فلوس اعيش منها زوجتي واولادي، اي شغله احسن من ما فيش. وراح المدير لعامل تالت وساله: وانت بتعمل ايه؟ فرد عليه وهو بيرفع ايده لفوق: انت مش شايف؟ انا ببني ناطحه سحاب. العمال الثلاثه كانوا بيقوموا بنفس العمل، ولكن نظرتهم تجاهه كانت مختلفه تماما. زي ما قال كليمن ستون احد الاقتصاديين الامريكان: هناك اختلافات بسيطه واخرى كبيره بين الناس، هذه الاختلافات البسيطه هي النظره تجاه الاشياء، والاختلافات الكبيره هي كونها سلبيه او ايجابيه. دلوقتي خليني اسالك بعض الاسئله: هل الناس بتحب تكون حواليك؟ هل انت بتثق في الناس بنفس الطريقه اللي تحب انهم يثقوا فيك بيها؟ هل بتحكم على الناس بسرعه؟ هل بتتحمل مسؤوليه اخطائك ولا بتلوم غيرك؟ هل بتبتسم بسهوله؟ هل عندك قدره على المزاح وبتقبله؟ اجاباتك على الاسئله دي هتحدد نظرتك تجاه الاشياء. ولكن يا ترى ايه هو تعريف النظره تجاه الاشياء؟ بتيجي منين؟ وهل ممكن نغير نظرتنا تجاه الاشياء؟ خلينا نبدا باول سؤال: ايه هو تعريف النظره تجاه الاشياء؟ حسب كلام دكتور شيت هيرمستيتر مؤلف كتاب الحل عن طريق التحدث للنفس، النظره تجاه الاشياء هي عباره عن وجهه النظر التي من خلالها نرى الحياه، وهي عباره عن طريقه تفكير وتصرف واحساس. المدرب بتاعي في لعبه تنس طاوله كان دايما يقول لي: حياتك عباره عن انعكاس لنظرتك تجاه الاشياء، فاذا كانت نظرتك تجاه البطوله ضعيفه هتكون بطل ضعيف، واذا اخترت ان تكون نظرتك قويه هتبقى بطل قوي. وكلامه كان سليم، اصبحت بطل تنس الطاوله في مصر لسنوات عديده. وفي الواقع اذا بصيت لمعظم الناس اللي حققوا نجاح عظيم في الحياه هتلاقي ان في عامل مشترك بينهم، وهو ان نظرتهم تجاه الاشياء كانت ممتازه، ما كانوش بيركزوا على الفشل ولكن على النجاح، وما كانوش بيدوروا على الاسباب ولكن على الحلول. واحد من اللي بعتبرهم مثل اعلى ليا كان دايما يقول لي: نظرتك الايجابيه تجاه الاشياء هي جواز مرورك الى مستقبل افضل، هي مش الغايه ولكنها طريقه للحياه. نعم، النظره تجاه الاشياء هي في منتهى الاهميه، هي الاختلاف اللي بيعمل كل الفرق، وهي مفتاح للسعاده، وهي الوصفه السريه وراء نجاح القاده والرياضيين العظام. وغاندي قال: الشيء الوحيد اللي بيميز بين شخص واخر هو النظره السليمه تجاه الاشياء. ودلوقتي ايه هو مصدر نظرتنا تجاه الاشياء؟ حسب راي دكتور جيمس ماكونيل مؤلف كتاب فهم سلوك الانسان، نظرتنا تجاه الاشياء تنبع من اعتقاداتنا. فكر في الكلام ده، لو انت مقتنع بعملك ايه هتكون نظرتك تجاهه؟ واذا كان العكس صحيح هتكون نظرتك ايه؟ نظرتنا تجاه الاشياء هي اساسا نتيجه اعتقاداتنا، ولكن هل ممكن تغيير نظرتنا تجاه الاشياء؟ الاجابه نعم. وزي ما قال دينيس ويتني مؤلف كتاب سيكولوجيه الفوز، نظرتك تجاه الاشياء هي من اختيارك انت. انت ممكن تقرر انك تبتسم، انت ممكن تقرر انك تشكر الناس، انت ممكن تقرر العطاء ومساعده الاخرين، انت ممكن تكون متفاهم اكتر ومتسامح اكتر. فعلا النظر الاشياء هي اختيار انا وانت بنقوم بيه، وعندنا القدره لتغييره فقط لما نقرر اننا نحرر نفسنا من سيطره الذات. البرت اينشتاين قال: القيمه الحقيقيه للانسان تقدر بدرجه حريته من سيطره ذاته. وقالت ماريان ويليامسون مؤلفة كتاب قوة الإنسان، أعظم أداة لتغيير العالم هي قدرتنا على تغيير وجهة نظرنا بالنسبة للعالم. علشان يكون عندك نظرة سليمة تجاه الأشياء يجب أن تتفادى الخمس سلبيات الآتية: 1- اللوم. كتير بنسمع الناس بتلوم بعضها، في مكتبي بسمع الناس بتلوم أهلها، رؤساهم في العمل، وحتى بيلوموا القدر على سوء حظهم. بعض الناس بيلوموا حالة الجو لتبرير الشعور اللي بيحسوا بيه. للأسف
لوم الآخرين بيحد من تصرفاتك ويمنعك من استخدام إمكانياتك الحقيقية. أنا نفسي كنت متعود دايماً ألوم غيري. أولاً كنت بلوم والدي على عقابه لي بقسوة، وكنت بلوم المدرسين على عدم فهمي للدروس، وكنت بلوم أصدقائي على أنهم ما بيتصلوش بي، وكنت بلوم رئيسي على عدم تشجيعي في العمل، وكنت بلوم زوجتي على كل حاجة غلط تحصل في حياتنا، وكنت بلوم أولادي لأنهم بيزعجوني في نص الليل عشان يروحوا الحمام، وفوق كل ده كنت بلوم الحظ على أنه حطيني في وسط اللخبطة دي كلها. وفي يوم من الأيام كنت سايق سيارتي وبسمع شريط لمحاضر عالمي عن فن الالتزام، بيقول فيه لما بتلوم الآخرين والظروف والمواقف أنت بتديهم قوة لقهرك. بطل لوم الآخرين وتحمل مسؤولية حياتك. ونزلت علي العبارة دي زي الصعقة عشان تصحيني من اللي أنا فيه. ومن ساعتها بدل ما لوم نفسي أو الآخرين دايما بدور على طرق لتحسين ظروف حياتي. وانت كمان تقدر تعمل كده، وبكده نصبح أقرب لطبيعتنا الحقيقية. لأنك لو انت لوام كويس هتتمادى وتصبح لوام ممتاز. سيبك من عملية لوم الغير دي، امسك زمام الأمور وابحث عن طرق لتحسين ظروف حياتك، وهتندهش براحة البال اللي هتكون فيها. تاني شيء محتاج تتفاداه علشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هو المقارنة. احنا عادة بنميل لمقارنة نفسنا بالآخرين، وللأسف بنكون دايما خسرانين في المقارنات دي، لأن المقارنة بتقوم على الأشياء اللي احنا مفتقدينها وبتكون عند الآخرين. إذا كان عندي مثلا سيارة صغيرة هبص لواحد عنده مرسيدس وهشعر بالضيق إن ما عنديش مرسيدس زيه. عملية المقارنة مش في مصلحتنا، لأنها بتقوم على اللي احنا مش متمكنين منه بل الآخرين ممتازين فيه، فطبعا بنخسر المقارنة ونشعر بالضيق. إذا كان لابد من المقارنة اعملها، ولكن قارن بين حالتك دلوقت واللي ممكن تكون عليه في المستقبل. اسأل نفسك إزاي أنا أقدر أحسن ظروف حياتي النهاردة، وبدل من المقارنة ركز على قدراتك الشخصية وطورها. وتذكر إن كل واحد فينا بيمتاز عن الآخرين في شيء واحد على الأقل. بطل المقارنة وابدأ بتحسين ظروف حياتك. ثالث شيء محتاج تتفاداه علشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هو العيشة مع الماضي. إذا كنت بتعيش مع الماضي فده بالظبط اللي هتكون عليه حياتك في الحاضر والمستقبل. العيشة مع الماضي هي سبب أساسي للفشل، لأن الماضي راح وانتهى إلى الأبد. ولكن ممكن نتعلم من الماضي ونستخدم المعرفة اللي اكتسبناها من الدروس اللي مرينا بيها لتحسين ظروف حياتنا. دكتور جون جريندر أحد مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية قال الماضي لا يتساوى مع المستقبل. دي حقيقة فعلا. مش مهم إيه اللي حصل لك قبل كده، لا السنة اللي فاتت ولا الشهر اللي فات ولا مبارح ولا حتى الدقيقة اللي فاتت، المهم إيه اللي بيحصل دلوقت. أنت عندك القوة لإطلاق سراح الماضي والعيشة في الحاضر بكل معانيه. رابع شيء محتاج تتفاداه عشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هو النقد. أنا منساش لما كنت مدير إدارة في الفنادق كان مفروض عليا أن نحضر اجتماعات سنوية. كنت دايما قلقان لأن كل اللي كان رئيسي في العمل بيعمله هو لوم ونقد الجميع على أي شيء وكل شيء، وكانت الاجتماعات دي عبارة عن كوابيس سواء ليا أو للآخرين. قبل ما تنقد أي شخص توقف لحظة وتذكر أن أنت والشخص الآخر هيكون بينكم أحاسيس سلبية متبادلة. النقد هو السبب الرئيسي للفشل. قبل ما تنقد أي حد خد نفس عميق وعد بالعكس من 10 لـ1. اطلق صراحة أي توتر وفكر في 3 ميزات في الشخص ده، وركز انتباهك على نقط قوته بدل نقط ضعفه وعامله بلطف. ليه صديق عنده شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر مرة قال لي أنه بيستعمل نظرية 3 لـ1. فسألته إيه نظرية 3 لـ1؟ وكان رده لكل مرة تنقد شخص امدحه 3 مرات. ويقول هورس من يعامل الآخرين بلطف يتقدم كثيرا. خامس شيء محتاج تتفاداه علشان تكون نظرتك تجاه الأشياء سليمة هي ظاهرة الأنا. عملت شركة تليفونات في نيويورك دراسة علشان تعرف إيه أكتر كلمة متداولة في الأحاديث. تفتكر كانت إيه؟ توصلت الدراسة إلى أنه من 5000 مكالمة كان في 3990 مكالمة استخدموا فيها مرات عديدة كلمة أنا، أنا شخصيا، أنا نفسي. ممثلة الكوميديا الأمريكية كارول بورنيت
كانت مرة بتكلم حد، وبعد ما كانت بتكلم عن نفسها لمدة 20 دقيقة توقفت وبصت في ساعتها وقالت للشخص الآخر: أنا آسفة جدا، بقى لي مدة بتكلم عن نفسي، بس تعالي نتكلم عنك أنت دلوقتي، إيه رأيك فيا؟ زي ما أنتوا شايفين، إذا كنت عايز الناس تسخر منك أو تتحاشاك، اتكلم عن نفسك بس. افتكر دايما أن كل شخص عنده صوت في داخله بيقول: أنا أهم إنسان في العالم بالنسبة لي. وفي مثل قديم بيقول: كلم الناس عن نفسك هيسمعوا لك، كلمهم عن نفسهم هيحبوك. قلل من استعمال كلمة أنا، وكون كريم في استعمال كلمة أنت. الآن هدي لك 6 مبادئ عشان تساعدك وتكون نظرتك سليمة للأشياء. 1، ابتسم. في مقالة بمجلة النجاح الأمريكية قالوا أن الأطفال بتبتسم وتضحك حوالي 400 مرة في اليوم، والكبار 14 مرة فقط. تخيل، كأن الناس نسيت إزاي تبتسم. هسألك سؤال، تعرف عندك كم عضلة في وشك؟ 80 عضلة. لما بتبتسم بتستخدم 14 عضلة، وشك مش هيحصل له حاجة، لكن لما بتكشر بتستخدم تقريبا كل عضلات الوش، وده بيسبب تجاعيد. هل بتبتسم بسهولة؟ هل بتبتسم كتير؟ فمرة سألت صديق لي عن رأيه في مقابلة تلفزيونية اتعملت معايا، قال: كانت كويسة. قلت له: لا، أنا عايز رأيك بصراحة. فكرر كلمة كانت كويسة، فأصريت على السؤال لغاية ما أخيرا بص لي وقال: إبراهيم، أنت وشك ممتاز للراديو، أنت عمرك ما بتبتسم ليه؟ قلت له: بس أنا ابتسام. قال لي: المرة الجاية ابقى نبه وشك، أحسن ابتسامة ما بتبانش عليه. بعض الناس بيبان عليهم الجدية الشديدة، وفي حكمة بتقول البعد عنهم غريمة. وقال مارك توين الكاتب الأمريكي الشهير: بعض الناس بينوروا المكان بحضورهم، والبعض الآخر بانصرافهم. خليني أسألك سؤال تاني، لو عندك الاختيار أنك تكون مع شخص جد جدا أو شخص متزن وميال للفكاهة، تختار تكون مع مين؟ الابتسامة معدية وبتتنقل للغير بسهولة بدون ما تكلفنا أي شيء، ولكن فوائدها عظيمة. في مستشفى جامعي في كاليفورنيا بدأ الأطباء في معالجة بعض المرضى بتأثير الضحك، وبدأوا يوصفوا الأفلام الفكاهية والعروض الكوميدية كنوع من العلاج، وكانت النتائج مدهشة. إيمرسون قال: عندما يدخل شخص سعيد إلى الغرفة يكون كما لو أن شمعة أخرى أضيئت. ابتداء من اليوم حط ابتسامة حلوة على وشك، مش بس النتيجة أن الناس هيردوا لك الابتسامة، ولكن أيضا أنت نفسك هتشعر بالسعادة. ويقول دكتور بول بيرسون في كتابه مبدأ السرور: نحن نملك 6 حواس: الرؤية، السمع، الحس، التذوق، الشم، وخفة الظل. وفي حكمة بتقول: ابتسموا لبعضكم، ابتسم لزوجتك، ابتسم لزوجك، ابتسموا لأطفالكم. مش مهم انت بتبتسم لمين، الابتسامة هتنمي الحب بينكم. المبدأ الثاني اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو خاطب الناس بأسمائهم. أسماءنا الشخصية هي ألطف ما يمكن أن تسمعه ودنا. لما بنفتكر اسم أي شخص والنادي بيه، مش بس بتجذب اهتمامه ولكن بتبسطه أكتر. فالمرة الجاية لما تقابل أي إنسان انتبه كويس لإسمه، وإذا ما كنتش متأكد اسأل تاني، وبعدين كرر استعمال اسمه عدة مرات. هتندهش للقوة اللي هتكسبها لما تفتكر أسماء الناس وتستعملها. المبدأ الثالث اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو انصت وادي فرصة للناس تتكلم. أحد حكماء الصين قال: وهبنا الله أذنين وفم واحد حتى نسمع أكثر ونتكلم أقل. لما حد بيكلمك انصت بانتباه، مش بس هتفهم هو بيقول إيه، ولكن هتوجد تجاوب ممتاز بينك وبينه. لما أصبحت مدير عام لفندق، قال لي واحد من المديرين الكبار المتخصصين في الفنادق: أنت دلوقتي مدير عام وهيكون عندك فرص عديدة أنك تسمع كتير وتتكلم أقل. كتب توني أليساندرا مؤلف كتاب القوة المحركة للإنصات الفعال: عندما أتكلم فأنا أعرف مسبقا المعلومات التي لدي، وعندما أستمع فأنا أحصل على المعلومات التي لدي. هناك قاعدة واحدة لكي تكون متحدثا لبقا: تعلم كيف تنصت. لما حد يكلمك استعمل الخطة دي،
اسمع وما تقاطعش اللي بيتكلم، اسمع باهتمام، اسأل أسئلة، اسمع علشان تفهم. المبدأ الرابع اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو تحمل المسؤولية الكاملة لأخطائك. لو حللنا كلمة المسؤولية هلاقيها تعني القدرة والتجاوب، أي بمعنى القدرة للتجاوب من أجل التقدم للأمام. لما تتحمل مسؤوليتك بتستعمل إمكانياتك وقدراتك، لأن النجاح بأي نوع من أنواع المقاييس يتطلب أنك تتحمل المسؤولية. بالاختصار، فالصفة المشتركة بين كل الناجحين هي القدرة على تحمل المسؤولية. أحكي لك قصة عن تحمل المسؤولية. مرة كان في ملك هيحكم على 3 حرامية مقبوض عليهم بسبب السرقة، فسأل الأول: أنت سرقت ليه؟ فرد الحرامي: أنا ما سرقتش يا جلالة الملك، مش أنا، ده الحراس قبضوا عليا غلط. فسأل الملك الحرامي التاني: وانت سرقت ليه؟ فرد الحرامي: انا ما كنتش عايز اسرق، بس والدي هو اللي حرضني على السرقه يا مولاي، انا بريء. فسأل الملك الحرامي الثالث نفس السؤال، فرد عليه: انا بعترف يا جلاله الملك، بتحمل كامل المسؤوليه، ولكني كنت مضطر لان امي مريضه جدا وما عنديش اي فلوس وما كانش قدامي حل تاني. انا عارف ان ما كنتش مفروض اعمل كده، انا معترف وقابل الحكم عليا. ففكر الملك لمده دقائق وأمر الحراس بحبس الحرامي الأول والتاني لمدة 6 شهور والعفو عن التالت. بصرف النظر عن اللي ممكن يحصل، تحمل المسؤولية كاملة. المبدأ الخامس اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو مجاملة الناس. قال الفيلسوف الأمريكي مارك توين: أنا أستطيع أن أعيش لمدة 2 شهر بتأثير مجاملة لطيفة. وقال عالم النفس الحديث دكتور ويليام جيمس: أعمق المبادئ في الإنسان هو تلهفه على تقدير الآخرين له. كلنا عندنا الرغبة بأننا نشعر بتقدير الآخرين لنا، فكون كريم في المدح وانتهز كل فرصة ممكنة لمجاملة الناس. المبدأ السادس اللي ممكن يساعدك على تكوين نظرة سليمة للأشياء هو سامح واطلق سراح الماضي. نعم اعفو، ولكن اتعلم من تجاربك. كتب كتير بتقول سامح وانسى. احكي لك حكايه. فمره واحد راح جنينه الحيوانات فشاف يافطه بتقول خطر، ما تقربش من الاسد، ولكنه تجاهل اليافطه ودخل ايده جوه القفص. الاسد نط وعض في ايده، وكان حظه كويس واحتاجت الاصابه 6 غرز فقط. وعلى كل ده كان الراجل مستغرب وبيسال: ليه الاسد هجم عليا؟ ده انا راجل طيب، كنت عايز بس العب معاه وما اعتقدتش انه يقصد يأذيني، انا سامحته ونسيت. بعد 2 أسابيع راح تاني جنينه الحيوانات وزار قفص الاسد ودخل ايده تاني، لكن المره دي الاسد اكل دراعه كله وبسرعه اتنقل للمستشفى وبمعجزه تم انقاذه. وبعد 6 شهور راح تاني جنينه الحيوانات وقف قدام قفص الاسد وقال: انا عارف انت ما كنتش تقصد تأذيني، انا مسامحك ولكن مش هنسى. طبعا سامح اي حد، اطلق سراح الماضي والعواطف السلبية المصاحبة له، ولكن تذكر الدرس اللي اتعلمته عشان لو واجهت موقف مشابه له تعرف تتصرف. والان ادي خطتك عشان نظرتك تجاه الاشياء تكون سليمة. 1، اصحى الصبح سعيد. بعض الناس يطلع عليهم نهار يقولوا صباح الخير، والبعض الاخر يقول ايه ده النهار لا هيطلع تاني. احذر من الافكار السلبية اللي ممكن تيجي على بالك الصبح، لانها ممكن تبرمج يومك كله بالاحاسيس السلبية، وركز انتباهك على شيء ايجابي وابدأ يومك بنظرة سليمة تجاه الاشياء. 2، احتفظ بابتسامة جذابة على وشك، وحتى لو كنت مش حاسس انك عايز تبتسم تظهر بالابتسامة، لان عقلك الباطن ما يعرفش يفرق ما بين الشيء الحقيقي والشيء المزيف، فقرر انك تبتسم باستمرار. 3، كون البادئ بالتحية والسلام، ما تنتظرش الغير، ابدأ انت بالسلام. 4، كون منصت جيد. انا عارف ان ده مش دايما سهل وان ده بيحتاج لوقت، فابدأ الان، ما تقطعش حد هو بيتكلم واظهر له انك مهتم، فكون منصت جيد. 5، خاطب الناس بأسمائهم، افتكر ان اسمائنا هي احلى شيء تسمعه ودنا، فخاطب الناس بأسمائهم. 6، عامل كل إنسان على إنه أهم إنسان في الوجود. مش بس هتشعر بسعادة،
ولكن هيكون عندك أصدقاء أكتر وناس هتبادلك نفس الشعور. 7، كل يوم جامل على الأقل 3 أشخاص. 8، دون تواريخ ميلاد المحيطين بك واعمل لهم مفاجأة في عيد ميلادهم بأنك تتصل بيهم أو تبعت لهم كارت تهنئة. 9، حضر مفاجأة لشريك أو شريكة حياتك، قدم هدية صغيرة أو بعض الزهور، ومن وقت للتاني اعمل حاجة مخصوصة بتعجب الطرف الآخر، هتلاقي فرق كبير في العلاقة بينكم. 10، ضم لصدرك اللي بتحبه. قالت فيرجينيا ساتير الأخصائية العالمية في حل مشاكل الأسرة، احنا محتاجين في اليوم 4 ضمات مملوءة بالحب للبقاء، و8 لصيانة كيان الأسرة، و12 للنمو. ابدأ من اليوم ومارسها يوميا، هتندهش من قوة تأثيرهم. 11، كون السبب في ان حد يبتسم اليوم. ابعت رسالة شكر لطبيبك او دكتور اسنانك مثلا او حتى ميكانيكي سيارتك. 12، كون دائم العطاء. مرة سواء اتوبيس في دنفر في امريكا بص في وجوه الركاب، وقف الاتوبيس ونزل منه، بعد كام دقيقة رجعوا معاه علبة حلويات وادى لكل راكب واحدة. ولما جريدة من الجرايد الامريكية اجرت معاه مقابلة صحفية بخصوص كرمه اللي قام بيه واللي كان غير عادي، رد وقال: انا ما عملتش كده عشان اجذب انتباه الجرايد، ولكن علشان شفت الكآبة على وشهم وانا بشعر بالسعادة لما بعطي، وكنت عايز اسعدهم بحاجة بسيطة. فكون دائم العطاء. 13، سامح نفسك وسامح الآخرين. الذات السلبية في الإنسان هي اللي بتغضب وتاخد بالطار وتعاقب، إنما طبيعتك الحقيقية كإنسان هي النقاوة والصفاء. سامح نفسك وسامح الآخرين. 14، دايما استعمل كلمة من فضلك وكلمة شكرا. الكلمات دي بتعمل عجايب، جربهم وشوف بنفسك.